السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أحمد طوبة، وين يتلقى اهتمام يعني من الصاعد الجديد للبريمير ليغ وهي بورتموند، يعني وين تمناو له إن شاء الله بربي الانتقال فما، ولا راه باغي يلعب في ليكيب ناسيونال يا ولدي، يلعب في السد ولا يلعب في الغرافه ولا يلعب يعني في الحسنيه، المهم يلعب في نادي في الغرافه في السد. المهم كاين يقول لك شاهد تألق طوبة مع النادي القطري، وين يقطع كل الكرات التي تكون خطيره في قطر القطري. هذا بينا ان شاء الله بربي، اذا باغي يلعب في شو الا باغي يلعب يعني في الدوري تاعو يروح يلعب، بصح الا راه باغي يلعب في ليكيب ناسيونال وتكون المكانه تاعو اساسيه، ماذا به يعود يلعب في قطر اقل درجه في السعوديه، المهم في الخليج، المهم ما تلعبش الفوق، على الفوق شويه صعيبه، فوق شويه غادي كي تلعب في البريمير ليغ غادي المستوى تاعك ينزل، على بالك المستوى تاعك ينزل. هي المستوى وين يطلع فيه في الخليج مستوى يولي كبير، على ذيك ان شاء الله بربي يعني يخمم في المستقبل تاع المنتخب الوطني الجزائري. احمد طوبة ان شاء الله نتمناو له يخمم في المستقبل تاع المنتخب، يعني المستقبل تاعو مع المنتخب الوطني الجزائري، باش يلعب في الخليج، يعني باش يدي مكانه اساسيه في المنتخب الوطني الجزائري، تكون عنده يعني مكانه اساسيه يسجل اسمه مع 11 الوالا. وين تلقى اللاعب الدولي الجزائري احمد طوبة لاعب النادي الهولندي عرض مهم من الصاعد الجديد للبريمير ليغ بورتموند، وين سيدفعه لمراجعه حسابات احمد طوبة لاعب النادي الهولندي. وفق لتقارير فرنسيه كان يمنح الاولويه للعب في الدور الفرنسي بعد يعني العرض الذي وصله من نادي تولوز، ولكن المعطيات تغيرت في الايام القليله الماضيه، وكشفت صاحبه يعني باتريس الهولنديه عن تلقي المدافع الجزائري عرض كبير من بورتموند. هذا بورتموند على بالك باش يكون بورتموند نادي اللي يلعب فيه نادر بالحاجه، باش وهذا كيفاش طاح للتروازيام ديفيزيون، قلت قضيه تاع اموال، يعني طاح في ازمه ماليه هذا النادي، هذا ما النادي هذا كي طاح ما طاحش في اللعب، طاح بسبب ازمه ماليه. كان يلعب في البريمير ليغ كان الغارديا اللي يلعب لنا الغارديا تاع انجليز اللي يلعب لنا 2010 كان يلعب تيتيلير كان في بورتموند، باش يكون على بالكم الغارديا تاع اللي لعبنا كونت انجليز احنا انجليز كوب دي مون في 2010 درنا معاهم 0-0. الغارديا هذاك كان يلعب مع نادر بالحاج في بورتموند، باش يكون على بالكم. نقولوا على هذه العاهرات تاع اليوتيوب اللي ما يعرفوهاش، يتبعوا اسيست يتبعوا الحاضر شكاين، ما يتبعوش حاجه تقول له عليها يمكن يكذبك، يمكن يقول لهم لا هذا لا مش قاعد بالله. وين تلقى المدافع الجزائري عرض كبير من بورتموند الانجليزي، الذي رغم انه صعد الجديد لقسم الاضواء في الدور الانجليزي الى انه يمتلك قدرات ماديه ضخمه تجعله قادر على حسم الصفقة طوبة بشكل سريع، ولن يجد الفريق الإنجليزي صعوبة في توفير القيمة المالية المطلوبة من ناديه مقابل تسريح طوبة، والذي لم يتبقى من عقده سوى سنة واحدة، مما سيجعل الطرف الهولندي متحمس لبيعه من الآن لتفادي رحيله مجانا في الموسم القادم. وفق للصحيفة ذاتها فإن صاحب القدم اليسرى السحرية يمتلك عروض أخرى أيضا، إضافة لعرض بورتموند الأول من إشبيليا الإسباني والثاني فيرونتينا، يعني فيرونتينا، ويسعى أحمد طوبة لحسم وجهته المستقبلية بشكل سريع لتلبية الطلب، يعني من أجل حسم يعني نقولوا باللي اللعاب هذا ضروره اختيار
نقولوا حنايا لازم يكون واجد. وشاهدنا كيفاش كانوا عنده عروض يعني اهتمام عدة أندية أبرزها نادي أولمبيك مارسي وأنجي الفرنسي الذي يرغب في التعاقد معه، على بالك بلي هذا النادي الإنجليزي وين لعب معاه نذير بالحاج، لعب معاه مواسم في البطولة الإنجليزية يعني في البرومي ليغ. نذير بالحاج مدافع الجزائري على الجهة اليسرى، نذير بالحاج يعني لعب في هذا النادي، لعب مع أوروبا ليغ، لعب مع تشامبيونز ليغ، لعب معه دور معه. هذيك نقولوا باللي اليوم وين هذا احمد طوبة اللي نتمناه ان شاء الله يدي المكانه تاعو، ما نكتلوش كيما كتلنا غازال ادم الوناس. غازال ادم هذا اللاعب هذا اللي غادي يقعد كيما شو جميع اللعابه اللي جاوا وحدهم يدير والو دقداق الدقداق. كاين اللي يقول لك باللي واللي تقولوا راه غادي يجيب اللعابه بالماضي هو اللي غادي، يا ودي انا غير يجيب، يا ودي غير روح يجيب ويلعبهم. طب بنادم يريح من راسه. حنا رانا ميما كان 2019 كان كاين الحاج، ما كانش كاين الحاج. شنو كنا نقولوا؟ يا ودي روح جيب اللعابه، يا ودي جيب اللعابه. ناس راهو قايد لك كيما هكا بالماضي هو اللي تعب على اللعابه، يا ودي غير يتعب، غير يا ودي لا يجعل يتعب ويجيب لنا اللعابه، الله يجعل يتعب. انا ماذا بيا يتعب يروح يتعب يدور يهضر معاهم يطرى عليهم يعطي يفرش لهم المشروع تاعو منا ونا ويجيب اللعابه، ماذا بينا؟ انتم ما لكم ذره. هاين باقي بحال الناس هذو اليوم يخرجوا يهضروا يقول لك بالماضي هو يا ودي غير يجيب، غير عمرنا ليكيب كيما يقول لك القائد تكون التشكيله مكتمله. حنا على خسرنا كونت الكاميرون التشكيله ماشي مكتمله، هذه التشكيله مكتمله تحصلوا في قاسامة؟ قال لك قاسامة، ماشي قاسامة، التشكيلة ما كانش مكتملة، دو ديرو تروا تلعب لي بزوج ريكيبيراتير خمسة ديفونسيرا أمام عجايز تاع كاميرون، والله لا عجايز، شوابي تاع كاميرون خفنا منهم، سليماني شيباني قتلهم، سليماني شيباني في كرة القدم ماشي في اللاش تاعو، اللاش تاعو مازال صغير 34 عام، يعني وين كبير في كرة القدم. يعني وين قتل لا ديفونس وحده دق لا ديفونس دقها تاع الكاميرون غبنها وحده، انت تلعب لهم بخمسه زوج ثلاثه مكاش كاع، مكاش هذه الخطه مكاش كاع. عاود تفرجت انا البارتيه تاع لعبنا كونت كوت ديفوار سيليما تاع شارلو لعبنا شارلو كي تشوف كيما كان شارلو. بعد يجي يقول لك انتوما انتوما تبوش تهضروا يا ولدي من بعد زعما يقول لك باللي ما لعبناش مليح كونت الكاميرون فيك ما لعبناش مليح. واخا كونت الكاميرون انتوما عجبتكم ديك البارتي يا ولدي 30 دقيقه الاولى تقطع لياس توليت واحد يا ربي كادي لي اربوله نهار اللي لعبنا كونت الكاميرون توليت واحد يا ربي ما يزيدوناش، توليت واحد في ربي يا ربي ما يزيدوش 30 دقيقه الاولى. الناس اللي تعربوا له 30 دقيقه الاولى ولاو يوحدوا يا ربي ما يزيدوش. هذه باش تخدم لها براسك حاجه باينه، تجي انت تكذب على كاين 45 مليون جزائري سي محمد، انت تكذب على مليون، تكذب على زوج، تكذب على 3 ملايين، تكذب على 10 ملايين، بصح 30 بصح 35 مليون وحده اخرى كي انت كي غادي تكذب عليها كي غادي تقنعها. ها مالكم على نقولوا بلي ودي اليوم وين اللعابه هذو الله يجعل نستغلوهم ماشي كيما نقولوا حنايا كيسموها يا ربي كيما يصرى له كيما غازل ادم الوناس هذو ما استغليناهمش هذو ما شبعناهمش هذو وقتهم. شوف كي غازل كي ادم الوناس هذو نورمالمون يقلبوا المشعل مع بن ناصر يقلعوا مع بن ناصر بصح حنا لا حنا لا حنايا في غولي مبليسي وميت هيا شايخ جيبه لبغات مبليسي يا ودي جيب اللعاب اللي يكون واجد هذه نخبه وطنيه جيب بعد يجي يقولك باللي لونترينر راح يتعب على اللعابه يا ودي امين هو راه اخر يبكي هذاك اوليس هذاك امين هو يبكي الرجاله كانت قارع ما لعبوش ما جاوش هي انت يا هذاك بلال عمراني من 2019 هو يقارع جابه 2022 ها راه وين راه جابه قالوا دخلت دور عاودوا لي
ادخل عاود ولي صافي سي بون تربح. انا قلت لكم نهار اللي كملت بارتي قلت لكم بيلي العمراني والله ما يزيد في ليكيب ناسيونال، وراني نقول لكم ونعاود اللي جابهم كاع هذوك غادي يقعد زدادكا ويقعد هذاك بلال ابراهيمي. بلال ابراهيمي لا قاعد يلعب، لا لعب لي ماتش خاطش وراه ضربها الدور لونترينر قال لي ما يلعبش في النادي تاعو ما نعيطلوش. بلال ابراهيمي الله يجعل يضرب المكانه تاعو هذه باش يكون على بالكم.